أسعد الله مساءكم بكل الخير. موجز الأخبار. أعلن مجلس الصداقة الشعبية العالمية بالخرطوم عزمه القيام بزيارة إلى مصر بهدف تفعيل العلاقات بين البلدين. وقال الأمين العام لمجلس الصداقة عبد المنعم السني إن الزيارة سيقوم بها وفد شعبي سوداني يضم مجموعة متنوعة من القيادات الشعبية تمثل إعلاميين ورجال مال وأعمال ورجال فن وأدب. استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، وذلك قرب الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل خلال فعاليات الجمعة الخامسة من موجة الاحتجاجات الفلسطينية ضمن مسيرة العودة. كان الفلسطينيون قد عبروا السياج الفاصل بين حدود القطاع ودولة الاحتلال. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. وخلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكد ترامب أن إيران تنشر الفوضى في المنطقة. من جانبها قالت المستشارة الألمانية أن الاتفاق النووي مع إيران لم يعد كافيا لكبح جماحها. أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده لم تتخذ قرارا بعد بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. وقال بومبيو في أول مؤتمر صحفي له كوزير للخارجية على هامش مشاركته في اجتماعات وزراء خارجية الناتو، قال إن بلاده قد تنسحب من الاتفاق النووي إذا لم يتم تعديله، لافتا إلى أن الاتفاق سيكون على أجندة زيارته للشرق الأوسط. في أمان.